السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة تقليدية، نوع من أنواع الرغيف اللي ما كنقدروش نستغناو عليهم في العيد الصغير، العيد الفطر. رغيف الفلاليين، رغيف معسلين معمرين باللوز، كيجيو غزالين مورقين معلكين، كيجيو بنان بزاف، كيتسحقوا تجربة ديالكم. واللي غادي نحضرهم إن شاء الله بواحد الطريقة اللي هي جد سهلة. شوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي هو مغربل، ما يعادل 4 الكيسان ديال العنبه اللي كيكونوا بومبي عامرين مزيان، نص كاس لوز مطحون، زعفران حر اللي رقدتو في نص كاس ديال ماء الزهر باش كيطلق ليا داك اللون، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره زيت بلديه، صفر بيضه، واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز، غير واحد الكويوره صغيره، 4 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي طحنتهم مع قرطه ديال السكر، نص قرطه ديال السكر، ومعلقه كبيره ما بين حبه حلاوه والنافع يعني نص نص، ملقه صغيره خميره كيماويه، معلقه كبيره زبده بحراره المطبخ، والماء دافئ باش كنجمعوا العجين. وعندنا كذلك العقده ديال اللوز اللي كتبقى اختياريه. وعلى بركه الله الطريقه راه جد سهله وجد واضحه. كنوضعوا الدقيق من بعد ما غربلناه، كنضيفوا ليه الملحه، كنضيفوا الخميره الكيماويه، كذلك النافع وحبه حلاوه، كنزيدوا المسكه الحره اللي طحنا مع شويه ديال السكر، كنزيدوا اللوز المطحون من بعد ما غربلناه، او كنقدروا نعوضوه بالزنجلان حتى هو كنطحنوه وكنغربلوه. كنخلط هاد العناصر كلها مع بعضها. هاد الرغيفة اللي كنسميوها بالرغيفة الفلالية ولا الرغيفة المكنسية كتجي لذيذة بزاف بزاف، وكتعجبنا خاصة في العيد، وكتصبر كذلك، كتصبر لينا من 10 ايام حتى ل 15 يوم، نقدروا نكونجليوها كتصبر اكثر. من بعد ما خلطت هاد المقادير كلها مع بعضها، كما كتشوفوا معايا كندير واحد الحفرة الوسط، كندير عليها كندير الخميرة غير شوية ماشي بزاف، من بعد كنضيف السوائل تدريجيا، كنزيد صفر البيضه، كنزيد كذلك الزيت البلديه، كنضيف الخل، الخل العادي ديالنا اللي كنخدموا به، كنزيد الزبده مارغرين او اي زبده عندكم، غير ما تكونش قاصحه، الا تكون بحراره المطبخ، و الا كانت قاصحه راه كندوبوها شويه عاد كنزيدوها. صافي هنا كندخل هاد المقادير كلها مع بعضها بحال كنرمل مزيان، ومن بعد كنبدا نصفي داك الزعفران اللي رقدته في ماء الزهر، يعني كنصفي في نفس الوقت راني كنزيد ماء الزهر، هذا كيعطينا اللون وصحي، وإلا ما كانش عندنا كنقدروا نديروه نعوضوه بالكركم، وما نتفاداو داك الملوي الغذائي، راه كلنا كنعرفوا بانه ماشي صحي، فكنستعملوا إلا كان من الافضل الزعفران الحر. صافي هنا كنصفيوه مزيان، ومن بعد كنبدا نزيد، نبدا نجمع بالماء، كنبدا نزيد الماء، وراه كيبقى لينا داك الزعفران كما كتشوفوا معايا، كنبقى نكب عليه الماء باش كنزيد في اللون ديال العجين. صافي هنا كنبدا نجمع وكنبدا نزيد الماء بشويه بشويه، يعني القياس على حساب الكميه اللي عندنا ديال الدقيق. كنبدا نجمع، المهم ان العجينه ديالنا تكون لينه، تكون بحال العجينه ديال الرغيفه، راه كتعرفوا ما كتكونش قاصحه وما كتكونش مرخوفه بزاف. ملي كيتجمع لينا العجين كله هنا كندلكوه مزيان، ضروري اننا كندلكو العجين مزيان مزيان، الا كانت كميه كثيره راه كنستعنوا بهذاك العجان الكهربائي، ولا كانت كميه قليله بحال هكا راه حنا كندلكوها كما كندلكو الخبز ديال الدار. من بعد هنايا غنبدا ندير واحد الكويرات صغار على حسب الحجم اللي بغيتو، انا عملت هنا حجم صغير اللي فيه 16 ديال الغرام، هي من الافضل انكم كديروا يعني كديروا الحجم صغير باش كتجي زوينه في المنظر وكتجي حلوه. الميزان الا كان هو هذاك، الا ما كانش عينكم ميزانكم، المهم انها كتجي نفس الحجم. كنبدا نكور وكنستعن بشويه ديال الزيت ديال المائده، كنبدا نكور بشويه بشويه حتى كنسالي، وكنبدا كنغطيها بالزيت شويه الزيت باش ما كتكرمش ليا من الفوق، وكنغطيها بفيلم بلاستيكي باش كترطب شويه،
وكتسهل عليا الخدمه فيها، يعني ما نخليوهاش هكاك معريه، كنغطيوها وكنبقى هكا كنستمر حتى كنسالي الكويرات كلهم، عاد كندير هنايا العقده ديال اللوز كنرجع ليها حتى هي كنديرها كويرات صغيرين كما كتشوفوا معايا هنايا. اللوز درت 5 ديال الغرام، عينكم ميزانكم، المهم غادي تشوفوا على حساب القياس اللي بغيتو، غير ما تعمروهاش بزاف، غير شويه كنديروا داك العقيده صغيره في الوسط. بالنسبه للعقده ديال اللوز هنايا راني نسمتها بشويه ديال القرفه، شويه مسكه حره الا كانت، شويه الزهر ما زهر، شويه زبده. النص درتو بالعقده، والنص درتو بالعقده، يعني الا ما كانش عندكم اللوز ماشي مشكل، تقدر ديريها غير طبيعيه، حتى هي كتجي زوينه وكتجي بنينه وكتجي اكثر مقرمشه، ولا كانت العقده مزيانه حتى هي كتعطي واحد البنه اكثر. وحتى هو ملي كنبقى ناخذ حبه بحبه راه كيكون مغطي باش ما كينشفش لينا. هنايا كنبدا نسرح بوحده بوحده، كويره بكويره، كنسرحها مزيان وكنحاول ما نقطعهاش، لان الورقه كما كتشوفوا معايا راه شويه بحال محببه، حيت فيها داك اللوز وخا غربلتو راه بقى شويه محبب، حتى الزنجلان كذلك ملي كنزيدوه راه تيبقى حتى هو شويه محبب وكنغربلوه. كنرضوا بالنا اننا ما نقطعوش الورقه، كنبقاو غادي نغيب شويه بشويه، كنبسطوها ما امكن باش كي تجينا الرغيفه ديالنا مورقه. صافي كنوضعوا الحبه ديال اللوز الوسط وكنطويو بحال اللي كنطويو الرغيفه، الا هنايا ملي كتكون عندنا العقده كتشوفوا كنديروا التنيه الفوق وتنيه لتحت باش كنغطيو داك بحال كنغلفو داك اللوز باش ما كيخرجش لينا وما كيبقاش لينا يبان من جهه وجهه فيها غير رغيف، يعني كيجينا الوسط. اما الا كنا غادي نديرو الرغيفه اللي هي بلا عقده فكنطويوها كما كنطويو الرغيفه ديالنا العاديه. هاد العجين هذا راه نقدروا بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين ما عندهمش الوقت، راه تقدروا تخدموا العجين ديالكم وتطويوه وكل شيء وديروه في بلاطو ولا بواطه وتفرقوا بيناتهم وديروه في الكونجيلاتور، راه كيصبر مزيان. حتى كتبغيوها كتخرجوه كتخليوها كديكونجلا شويه ومن بعد عاد كتبداو تقليوه، او تقدروا تخدموها على يعني على يومين، نهار كديروا فيه العجينه والطي والنهار الثاني كتقليوها، غير هي خصكم ديروها في المجمد باش ما كتطلعش بالخميره يعني ما كتخمرش، ولا غد كنخليوها ديكونجلا وكنقليوه. من بعد ما طويت العجين كله كما كتشوفوا معايا وكنعاود نردو كنغطيه باش ما كينشفش وما كيقصحش لينا من الفوق، صافي هنايا كنسخنوا الزيت وكنديروا وفير، وفيره الزيت كتكون كثيره يعني اللي كتغطي لينا على 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 الرغيفه باش كتقلى مزيان كتحمر وكيدخل فيها الطياب. كنبداو نقليو حتى كنحصلوا على داك اللون الذهبي من التحت، كنقلبوها كما كتشوفوا وكنردو بالنا باش الزيت ما تسخنش لينا بزاف، ولا حسينا بها سخنات بزاف كنقصوا شويه من النار وكنكملوا في القلي ديالنا، لان الا كانت الزيت سخونه راه كتحرق لينا من الفوق ولا كتذهب من الفوق، كنشوفوها مذهبه وكتبقى خضره من الداخل، لذلك خاص الزيت ما تكون سخونه بزاف في الاول. داكور كتكون سخونه، ولكن من بعد الى مع القلي وداك الشيء قليه مور قليه راه كتسخن بزاف. صافي هنايا ملي كيتحمروا لينا من جوج جهات كنهزوهم كنسقطروهم من الزيت شويه، عاد كنوضعوهم في العسل. العسل اي عسل عندكم، العسل المنزلي ولا العسل اللي كتشريوه ولا العسل النوعيه ممتازه، المهم داكشي اللي موجود عندكم. وكنبداو نغطيوها بالعسل ديالنا باش كتشرب، كنخليوها في العسل الوقيته اللي حنا غادي نديرو القليه الثانيه، كنبداو نقليو غير كتقلى وكنسقطروها كنحيدو هذيك من العسل وكنديروها فوق كسكاس كما كتشوفوا، ومن بعد كنهزوا الاخرى وكنحطوا حنا غاديين تدريجيا، وهذيك كنحطوها في الكسكاس وكندردروا عليها شويه ديال الزنجلان، يعني داكشي كيبقى اختياري باش كتذوقوا، شويه الزنجلان، اللوز ايفيلي، اللوز مهرمش، المهم داكشي كيبقى اختياري ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه كما كتشوفوا معايا، كتكون مذهبه في اللوين، زويونه، صغيره، مورقه، الداخل راه بحال خاويه يعني كتكون بومبي وصافي، وخاصه بنينه. والى هنا وصلت نهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا، فإلى كان كذلك ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، ونقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.